بي ستة حلقتنا النهاردة عن باتش لعبة بي ستة. فيلا ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم دايما بخير. معكم اخوكم محمد من قناتكم المفضلة تكنولوجي دوت ايجيبت. حلقة النهاردة لكل عشاق لعبة بيس 2006، والنهاردة عندنا باتش هيحول اللعبة حرفيا من بيس 2006 الى بيس 2022، باضافة الدوري المصري واضافة الدوريات الخمسة الكبرى، وفي دوريات كده مختلطة وفي دوريات كلاسيكية مضافة. تعالوا بينا كده يا شباب نستعرض مميزات الباتش مع بعض. زي ما انتم شايفين الباتش كده واجهة جميلة جدا، شبيهة لواجهة اي فوتبول 22، بس مختلفة طبعا في اللون، لكن شكلها جميل جدا. زي ما انتم شايفين هنا بنقلب بالصليب اللي فوق واللي تحت من الجويستيك، تمام. بنقلب كده يا شباب مع بعض هنا، زي ما انتم شايفين الصورة بتتغير، وحاجة اخر روعة، وقائم معدلة بشكل احترافي جدا. تعالوا كده يا شباب نشوف البطولات المضافة للباتش. فعلى سبيل المثال هنا السوبر الاوروبي، وهنا كاس العالم لوجو كاس العالم 22، وهنا اليورو 24، وهنا كاس امم افريقيا 21، وهنا الكوبا امريكا 2020، وهنا كاس اسيا 2019، وهنا طبعا ده الشامبيونز ليج. تعالوا بينا يا شباب كده نتعرف على الدوريات المضافه. فعلى سبيل المثال هنا الدوري الانجليزي الممتاز مضاف ومحدث لعام 2021 2022، هنا الدوري الاسباني مضاف ومحدث لعام 2021 2022، هنا الدوري الايطالي كامل ومحدث لعام 2021 2022، وده كده يا شباب هنا ده الدوري الصيني، وهنا يا شباب ننزل الدوري ده الدوري ده الدوري الالماني والدوري الفرنسي مع بعض. زي ما انتم شايفين بروسيا دورتموند، وهنا مارسيليا وباريس سان جيرمان. هنا بعض الفرق الاوروبيه يا شباب عشان الناس اللي هتلعب دوري ابطال اوروبا، ده دوري كلاسيكي كده يا شباب، في نجوم ارسنال من سنه 98 ل 2006، وهنا برشلونه من 2005 ل 2011، وهنا ليفربول من 2001 ل 2005، يعني الجيل الذهبي لكل الفرق. واخيرا بمبنيه الباتش يا شباب هنا اضافه الدوري المصري ب 18 فريق الموجودين من الدوري اللي فات، وطبعا الباتش لسه منتظر عليه تحديث يا شباب هنشوفه ان شاء الله مع بعض. تعالوا كده نشوف احدث الانتقالات اللي تمت في الدوريات. فعلى سبيل المثال مثلا كان في لوكاكو في الدوري الانجليزي، زي ما انتم شايفين هنا لوكاكو هو كمان. تعالوا بص كمان هنا لاحدث انتقالات تشيلسي، كمان كان في اللاعب العربي حكيم زياش، زي ما انتم شايفين هنا حكيم زياش اهوت. كمان كان من احدث الانتقالات موجود، وطبعا ما ينفعش نستعرض باتش من غير ما نيجي نطمن على وجه مومو ابو صلاح، زي ما انتم شايفين هنا وجه محمد صلاح اهوت يا شباب. وكمان احدث انتقال في الدوري الانجليزي كان انتقال رونالدو لمانشستر يونايتد، زي ما انتم شايفين اهوت كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد. تعالوا كده يا شباب كمان نروح للدوري الفرنسي، وهنا احدث انتقال كان انتقال ليونيل ميسي الى باريس سان جيرمان، كمان انتقال حارس اليوفي السابق دوناروما، وكمان انتقال سيرجيو راموس الى فريق باريس سان جيرمان. تعالوا كده نروح لبروسيا دورتموند ونشوف احدث الاوجه اللي عندها، والنجم الشاب هالاند، زي ما انتم شايفين هالاند اهوت. تعالوا نروح للدوري الاسباني، وهنا طبعا تعالوا نبص على احدث انتقال في الدوري الاسباني في برشلونه، كان سيرجيو اكويرو ومفيز ديباي، زي ما انتم شايفين ديباي، وهنا فاتي موهبة برشلونة. تعال نروح لأتلتيكو مدريد اللي استعاد جاريزمان تاني اهوت، زي ما انتم شايفين جاريزمان اهوت، وكمان معاه لويس سواريز، زي ما انتم شايفين لويس سواريز اهوت. كمان تعال نروح لريال مدريد ونبص هنا على الاوجه، زي ما انتم شايفين هنا وجه كريم بنزيما، وكمان هنا وجه اللاعب ايدن هازارد معدل بشكل احترافي. تعالوا كمان نروح للدوري المصري ونشوف احدث انتقالات اللي تمت في النادي الاهلي. فعلى سبيل المثال هنا انتقال اللاعب بيرسيتاو للنادي الاهلي، كمان احدث انتقالات كان حسام حسن المهاجم، وهناك المزيد والمزيد من الانتقالات، ولكن طبعا الباتش لسه ما هيحتاج تحديث كمان، وهتشوفوه طبعا مع بعض. تعالوا كده يا شباب نشوف احدث الاوجه في نادي الزمالك. زي ما انتم شايفين هنا وجه اللاعب شيكابالا، وكمان تعالوا نشوف هنا وجه كمان اللاعب محمود علاء، ودي كانت اهم مميزات الباتش يا شباب. فتعالوا كده على بركه الله نجرب باتش مع بعض كده ونشوف الدنيا فيها ايه. فعلى سبيل المثال يلا نبدا كده ماتش مع بعض، ونلعب بنادي مانشستر ضد نادي باريس سان جيرمان، ونشوف كده الفريقين هيعملوا ايه مع بعض. فيلا بينا. قطع مسافة طويلة بالكرة، كرة تصويب، جول 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 جول، يا سلام يا سلام، منظومة ولا في الأحلام، منظومة ولا في الأحلام،
يا سلام يا سلام. فكل اللي عليك يا شباب انك تدخل على التدوينه دي، واسيب لكم لينك التدوينه في صندوق الوصف اسفل الفيديو اللي انت بتشاهدني منه ده. هتنزل تحت هنا هتلاقي معلومات عن الباتش باللغه العربيه واللغه الانجليزيه، هتنزل تحت اكتر هتلاقي صور للباتش واخدينها سكرين شوت بالجيم بلاي اللي شفناه، هننزل تحت اكتر هنا هنلاقي الملاحظات اللي بنقولها في كل حلقه باتش، واول ملاحظه زي ما انتم شايفين هنا اللي بنقولها في كل حلقه باتشات، انك لو بتواجه او حتى لو ما بتواجهش مشكله في مشاكل تشغيل الالعاب فانصحك بزياره التدوينه دي. كل اللي عليك انك تدوس على حل مشاكل جميع العاب بيس، ومن خلال التدوينه دي هتقوم بتحميل برنامج من خلاله هيقوم بتثبيت مجموعه كبيره من برامج اللي بتحتاجها العاب بيس وفيفا وجميع العاب على الكمبيوتر، والبرنامج بيشتغل تلقائيا وكل ده بضغطه واحده منك وبدون ما تتعب نفسك خالص. الملاحظه الثانيه ان الباتش مقسم على جزئين، والملاحظه الثالثه ان الاجزاء مرفوعه على جوجل درايف، والملاحظه الرابعه ان التعليق العربي مرفق بالاسفل التدوينه فهد العتيبي، والباتش كمان يا شباب مرفق معاه المعلق العربي رؤوف خليف. ويلا بينا كده نمر الى التحميل. هتحمل الجزئين دول بس، وطريقه التحميل واحده وسهله جدا وما فيهاش اي مشكله زي ما تعودنا نحمل مع بعض في الباتشات اللي فاتت نفس طريقه التحميل. كل اللي علينا مثلا هنيجي نحمل بارت 1 هنيجي دايسين عليه فهيفتح معانا الموقع، هيعد 10 ثواني. اول ما بيخلص ال 10 ثواني يا شباب بيظهر لك كلمه هنا اسمها نيكست بتدوس عليها، بعد كده هنا دخلك على موقع اسمه هيلثي فور بيبل. الموقع ده بيقدم مقالات عن الصحه والتغذيه، فبيقول لك انتظر 10 ثواني هنا في المكان ده زي ما انتم شايفين. بعد ما بتعدي ال 10 ثواني بيقول لك كليك هير تو كونتينيو بتدوس عليها، فبينزلك تحت هنا عند المستطيل ده اللي هو مكتوب فيه سيت اب 2 باي 2 هتدوس عليها، فيدخلك على موقع اسمه تراي تو لينك، وهنا بيعد 5 ثواني هيخلصوا بسرعه جدا مش هياخدوا وقت. بعد كده هيظهر لك هنا كلمه جيت لينك هتدوس عليها، فهيدخلك اخيرا على موقع جيت سي ار ال موقع اختصار الروابط المعروفه، هندوس على كونتينيو. بعد كده بيقول لك بليز ويت هتنتظر شويه لحد ما يظهر لك كلمه اسكيب اد هتدوس عليها. بعد كده زي ما انتم شايفين دخلنا على موقع جوجل درايف، وهنا بيقول لك فحص هذا الملف التحكم بالاحتوى وفكك من الكلام ده كله ودوس على تنزيل على اي حال او داونلود اني واي، هتدوس عليها فهيبدا معاك التنزيل على طول. طبعا انتوا عارفين ان جوجل شركه جوجل بتكون حساسه ضد الملفات والكلام ده كله، فانا بالنسبه لي حملت عادي مفيش اي مشكله. فطبعا انا مش هبدا معاكم التحميل لان انا حملت قبل كده زي ما انتم شايفين. فبعد كده هتحمل بارت تاني بنفس الطريقه، ويلا بينا نمر الى التثبيت. فكل اللي عليك يا شباب بعد ما تحمل الجزئين اللي قدامنا دول هنيجي كده على اي جزء فيهم كليك يمين، بعد كده اكسترا كتير او استخراج هنا على حسب اللغه اللي عندك ولغه نظامك، هيبتدي يفك معانا الضغط بدون اي مشكله ومن غير ما يطلب منك اي كلمات سر. حجم الباتش كده زي ما قلنا يا شباب ان هو مش متعدي جيجا ونص، يعني هيفك معاك الضغط على طول، وهرجع لكم بعد ما يخلص فك ضغط. بعد ما يخلص معاك فك ضغط يا شباب هينزل لك ملف بالشكل ده، تيجي كده دبل كليك عليه تفتحه، بعد كده هيظهر لك الملفات اللي قدامك دي، هتيجي محدد كل الملفات اللي قدامك دي كده وتاخدها كده كات او كوبي. بعد كده يا شباب بنخش على فايل لعبه بيس 2006، ويفضل انها تكون كامله وخاليه من الباتشات، وطبعا لو انتوا عايزين تحملوا اللعبه من اول وجديد هتلاقوها مرفقه في التدوينه زي ما قلنا. فهنيجي هنا ونعمل هنا بيست او اللاصق على حسب اللغه اللي عندك، فيبتدي في عمليه نقل الملفات بدون اي مشكله، وهرجع لكم بعد ما يخلص نقل الملفات. هيطلب منك استبدال الملفات يا شباب، هتدوس على علامه الصح دي او ريبليس ذا فايل، فهتوافق على استبدال الملفات لو طلب منك، واكيد هيطلب منك عشان طبعا لتشابه اسامي الملفات. بيخلص عمليه نقل الملفات يا شباب، فهتيجي معاك الواجهه بالشكل ده. فاول حاجه بنعملها يا شباب بنخش على ملف هنا اسمه اكسترا فايلز او الملفات المستخرجه، هنيجي هنا نلاقي ثلاث ملفات في هنا فيكس، وده طبعا لو اللعبه عندك فيها لاج هتاخد الملفات اللي جواها وتحطها على فايل اللعبه من بره. تاني فايل هنا اسمه اوبشن فايل وده خاص بالانتقالات، وتالت فايل ده هنا لتحديث الجرافيك وتعديل الجرافيك. كل اللي عليك انك هتحدد كل اللي جواه ده كده كات وتاخدهم كده كات او كوبي، بعد كده ترميهم في الفايل اللعبه بره. نيجي بقى للاوبشن فايل، هنيجي على الاوبشن فايل هنا اول ما نفتحه هنلاقي فايل اسمه اي اف 22، كليك يمين عليه بعد كده سند تو، بعد كده هندوس على الدوكيومنتس هنا يا شباب، وبعد كده نوافق على الاستبدال فهيعمل عمليه استبدال الملفات. نطلع كده يا شباب بره خالص ونشيك على اعداداتنا مره كمان، فنيجي هنا نختار اخر ريزولوشن كل حاجه مظبوطه تمام، نيجي هنا نظبط الدراعات بتاعتنا او الجويستيك تمام، وطبعا ندوس على اوكي، ويلا بينا كده جاهزين كده نجرب اللعبه على بركه الله. وزي ما انتم شايفين كده يا شباب اللعبه فتحت معانا اهيت، وتعالوا كده على بركه الله نبدا ونشوف. فزي ما انتم شايفين يا شباب اللعبه فتحت معانا اهيت بنفس القوائم ونفس الحاجات اللي احنا شرحناها في الجيم بلاي اول الفيديو، وتعالوا كده على بركه الله نجرب ماتش مع بعض. Thank you.
اهلا وسهلا سيداتي سادتي متابعي المواعيد الكبرى. نحن اليوم على موعد مع مباراة قوية اخر اللمسات قبل ضربة البداية. ها هم اللاعبون يخرجون من الممر والاجواء الحماسية توضح بصورة كبيرة اهمية هذه المباراة المنتظرة. في انتظار صفارة الحكم وضربة البداية، لكن قبل هذا تتم بعض المراسم والامور الاعتيادية لحظات قبل البداية الكروية الحقيقية. لدي إمكانية التسديد. جول جول جول! سمفونية آخر الليل بسمفونية آخر الليل. لا 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 لا! فنيات من سمر العمالقة. شنو هذا؟ وي بس كده يا شباب، وكده تكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب وتكتب لنا رايك في الباتش. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.